بعتقد ده التعاون التاني بينك وبين محمد رجب. الأول كان في علامة استفهام، مؤخرا التعاون التاني شكله إيه بقى في ضربة معلم، وإزاي كانت الكواليس؟ انا بعتبر هو التعاون الاول، لان انا في ضربه في علامه استفهام كنت ضيف شرف فوق الحلقتين، آه لا يعبر عن التعامل، يعني ما يعتبرش تعامل. لكن محمد رجب صاحبي من واحنا بنشتغل في مصر العالميه، من ايام ما كنا في فكره التسعين زمان واحنا صغيرين، انا اعرفه معرفه قديمه، لكن طبعا حاجه، لكن ما اشتغلناش مع بعض. لما اشتغلت مع محمد رجب في ضابط معلم، اكتشفت انسان انا ما كنتش تقريبا كنت اعرفه قبل كده. وفعلا زي ما بيقولوا انا محتاج برنامجين عشان اتكلم عن محمد رجب. فعلا انا محتاج برنامجين عشان اتكلم عن محمد رجب، لانه باختصار الراجل ده محترم الى ابعد حد، مركز في شغله الى ابعد حد، ما بيفكرش في اي اهواء شخصيه في حياته، كل حياته مركزها لشغله والبيته والابنه، ربنا يخليه له. راجل لا يقفل بالنصيحه للدين صغير، بيتعامل مع كل اطياف وطبقات المجتمع وكانهم احسن منه. محمد انسان جميل جدا، فنان جميل جدا، واعتقد ان مسلسل ضربة معلم ده محطه جديده ومهمه في حياته، بجانب المحطات اللي هو طبعا نجح فيها، ولكن ضربة معلم ده هو الاقرب للجمهور، لانه هنا طبعا في مسلسل ثاني فاتت اسمه الاخ الكبير وحقق نجاح ايوه كبير. لكن مع احترامي مش بتكلم عشان ضربة معلم ده مسلسلي، لا، ضربة معلم مختلف عن الاخ الكبير ايا كان. ليه؟ لانه هنا لعب على وتر مش ممكن يخسر، مش ممكن يخسر. اللي هي فكرة العلاقات الإنسانية بالظبط. الإنسانية القوية المبررة، يعني علاقته بأمه خد له فيها 15 حلقة بيستعرض علاقة ابن بأمه. أنا ما شفتش عمل درامي تناول علاقة الابن بأمه بالشكل ده، وبالهزار ده، وبالحب ده، وبالتناغم ده، وبالتضحية دي، وبالاستحمال ده. وعلاقته بيك كمان. ده دي نمرة اتنين، دي مرحلة تانية. لكن خليني أتكلم شوية عن علاقة الابن بأمه اللي ما بقتش موجودة في الشارع دلوقتي. صدقيني رغدة، أنا كمحمد نجاتي لما بقعد أتفرج على مشاهد رجب مع أمه والله بغير، والله بغير، وبقوم أكلم أمي في التليفون وأطمن عليها. أنا ده حصل لي أنا كواحد مشارك في المسلسل، تخيلي بقى ممكن يتعدي مننا كام واحد يقوم يبر أمه بسبب موقف زي ده، بسبب إنه بيتفرج، بسبب إن لما أمه تموت ويحس إن هو مأثر معاها يحس بإيه؟ يقوم يبر أمه دلوقتي. فده ربنا صرف هنا، لأن أنت قصد خير. بنصلي على النبي كتير في المسلسل أثناء التصوير جوه المشاهد، بنصلي على النبي، أمه بتقول بيتنا واسع وجميل وشرح وبرح بفضل الصلاة على النبي فيه، يعني رسائل مش موجودة. فده سبب أساسي ورئيسي. نمرة اثنين، علاقة الصحوبي الأصحاب الجدعان اللي ما بقتش موجودة. دي بقى اللي ما بقتش موجودة خالص بقى. دي ما بقتش موجودة، إزاي أنت تضحي بواحدة أنت كنت عايز تتجوزها عشان خاطر أخوك أو صاحبك بيحبها الحب ده؟ على فكرة المسلسل ما خلصش وفي رسائل تانية هتشوفيها، يعني المسلسل لسه له 10 حلقات تقريبا. الموضوع لسه في احداث مش عايز احرق، بس يعني هتشوفوها مسلسل. انا مبسوط ان انا اشتركت في هذا المسلسل، ومش عايز الوقت ياخدني والوقت يسرقني، وما لحقتش اتكلم عن اسماعيل فاروق.